جواز مجلس حضور كامل. مما لا شك فيه فإن تحقيق من طموحاتنا وأمالنا في خدمة ساكنة المدينة رهين بوضع سياسة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمة وتحقيق تنمية محلية مستديمة، ولن يتسنى هذا إلا بوضع مخطط مضبوط ومحدد زمنيا لتحسين مداخل الجامعة وتحقيق موارد مالية تمكننا من وضع برامج تنموية قابلة للتنمية. ومن أجل بلوغ هذه الغاية لابد من العمل على مجموعة من النقاط، من بينها تهيئة الطاقات البشرية وتوفير الوسائل الضرورية لاستخلاص الرسوم المستحقة بوتيرة أفضل من خلال برنامج تكويني للأطر وأعوان المصلحة الجبائية، بالإضافة إلى وضع برنامج لاستخلاص الباقي استخلاصه مع وضع مسطرة تصفية الديون غير قابلة للتحصيل، وعقد اجتماع شهري مع أطر وأعوان المصلحة الجبائية للوقوف على تنفيذ برامج التحصيل والعراقيل والمشاكل التي تواجهها، بالإضافة إلى تزويد المصلحة المعنية بالأطر والأعوان والوسائل لضمان حسن سيرها وقيامها بمهامها. وشكرا.